للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة. أهلا بك دكتور. طبعا تم الإعلان يوم أمس عن الانتهاء من استكمال العدد الإضافي في التجارب السريرية والثالثة البالغة 1700 لقاح إضافي ليصل عددها الإجمالي إلى 7700 لقاح من مملكة البحرين. حدثنا عن أهمية هذه التجارب السريرية للوصول للقاح آمن وفعال وعما قامت به المملكة من إسهامات في هذا المجال من أجل البشرية. أولا مساكم الله بالخير. بداية أود أن أشير إلى أن يعني جهود مملكة البحرين في التصدي لفيروس الكورونا هي محل إشادة دولية منذ بدء الجائحة حتى اليوم الحمد لله، كما أن نتائج هذه الجهود وتتابع إنجازاتها في مختلف المجالات جعلتها محل ثقة المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة. نجاح مملكة البحرين في الانتهاء مرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المعطل لفيروس الكورونا بوصولها للعدد المطلوب من المتطوعين هو محل إنجاز يبعث على الفخر بما تم تقديمه من أجل الإنسانية، حيث أن القائمين على التجارب السريرية للمحثات اللقاح أبدوا رغبتهم في زيادة أعداد التجارب السريرية للقاح اللي هو فيروس الكورونا في البحرين بنحو 1700 لقاح يعني إضافي، وهذا يعد للبحرين بصراحة يعني على مستوى المنطقة والعالم. وهذه الزيادة جاءت يعني نظير الجهود وما شهد القائمون على التجارب المهنية وكفاءة وكفاءة الفريق الطبي وكفاءة الكوادر الطبية الطواقم التمريضية من خلال إدارة المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في مملكة البحرين والتعامل كذلك مع المتطوعين بها إلى جانب الإقبال المتزايد من الراغبين في التطوع. نعم. وطرف أن وزارة الصحة على ضوء طبعا بيانات الأولية والمعطيات المتاحة حاليا فإن اللقاح الحمد لله آمن والأعراض المصاحبة أن وجدت فهي ضمن الأعراض المتعارف عليها، تعد هذه التجربة جزءا من سلسلة المبادرات الوطنية لتعزيز صحة طبعا السكان في البحرين وتعزيز قدرات البحث والتطوير الطبي. نعتبر ونعبر عن فخرنا بصراحة للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة. نعم دكتور، بعد اكتمال العدد الإجمالي للمتطوعين في التجارب السريرية طبعا الثالثة للقاح كورونا، كيف ستتم عملية متابعة المتطوعين؟ أولا يعني نود أن نؤكد أن هذا اللقاح يعني الذي تم تجربته يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين ذات يعني الصلة بذلك. والنتائج بإذن الله يعني خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة سوف يتم الإعلان عنها، متأملين أن تظهر فعالية اللقاح وإحداث طبعا استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس. قد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت سلامة يعني وأمانه الاستخدام في المراحل السابقة الدراسية، كذلك أكدت على أن الغالبية العظمى من المشاركين لم تصبهم يعني أي أعراض جانبية وأن هناك نسبة بسيطة اشتكت من ألم موضعي في مكان إبرة اللقاح، نسبة ضئيلة اشتكت يمكن من ألم مؤقت في العضلات إضافة إلى ارتفاع مؤقت أو طفيف في درجة حرارة الجسم. اللقاح المستخدم الحمد لله آمن على ضوء المعطيات الحالية في هذه التجارب. يعني المتطوعين المشاركين بعد أخذ اللقاح الحمد لله أبدأوا التزامات من الإجراءات الاحترازية الاعتيادية مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها طبعا إلى أن تتم عملية الوصول إلى النتائج النهائية والتأكد من مدى فاعلية ونجاح اللقاح. ونحن في وزارة الصحة على تواصل ومتابعة مستمرة مع جميع طبعا المتطوعين بعد أخذ اللقاح للتأكد من صحتهم وسلامتهم. نعم الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.